السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن سولو ليفلينج. في فيديو اليوم هلا أنا إن شاء الله إن شاء الله إذا ما خاب ظني، يعني إذا ما انشغلت بشي أو كنت تعبان، إن شاء الله يوم الاثنين اللي هو بكرة عندي. هلا أنا عم صور فيديو، ممكن ننزل هذا الفيديو بكرة فأنتوا تشوفوه بنفس اليوم اللي أنا راح أعمل فيه بث، راح أشرح فيه كل الأسلحة أو راح نجرب كل الأسلحة، لأن أنا أوريدي عندي فيديو شارح فيه كل الأسلحة إلا هاد. فإذا بدكم تروحوا تشوفوه روحوا شوفوه، بس اليوم راح نشرح أفضل أسلحة اللي أنا جربتها واللي بصراحة حسيتها دمجها كتير كتير عالي ومفيدة وكتير كتير قوية. ما راح أشرح كل شيء لأن ما جربت كل شيء من هلا، عملكم أنا ما جربت كل شيء باللعبة، في أسلحة ما لمستها مثل هاد مثل هاد مثل هاد، وممكن تكون قوية، يعني ممكن سلاحك إذا ما حكيت عليه أو في سلاح أنت بتعرفه إنه هو قوي أنا ما حكيت عليه معناها أنا مو مجربه، مو معناها إنه هو مو قوي، بس اليوم أنا راح أحكيكم على الأسلحة اللي جربتها وعن جد عن جد هي قوية، ونصيحة مني إذا عندكم إياها استخدموها. بقى خلينا نبلش، بس قبل ما نبلش حابب لكم شغله، بالوصف عنا روابط لكودا تروحوا خذوها كلياتها اذا ما اخذينها لحد الان، في منها خلص في منها ساتو شغال بقى لحقوا حالكم، وفي عنا كمان بالوصف تبع السبورت فيكم تدعمونا عن طريق السبورت، بس تكبسوا ضغطه سبورت اذا انتم بتلعبوا لعبه سولو بتضغطوا سبورت بتروح على الرابط تضغطوا سبورت تدعمونا وبيزيد عدد السبورتر تبعنا وبيزيد رانكنا، واذا زاد رانكنا نت ماربل ممكن تعطينا كودات للمتابعين تبعنا مشان نعطيكم اياها. فنصيحه مني روحوا اعملوا سبورت. هلا بقى بنيجي للاسلحه اللي انا عم استخدمها، وبنفس الوقت راح اعطيك نصيحه السلاح امتى بيكون قوي وامتى بيكون ضعيف من ناحيه انه هل اذا كان نجمه نفس اذا كان خمس نجوم اكيد لا، كل ما زاد النجوم كل ما راح يصير اقوى. بقى شو الاسلحه من غير نجوم ممكن تكون قويه وشو الاسلحه اللي لازم تكون عليها نجوم لحتى تصير قويه؟ بقى خلينا نفوت لهون ونشوف الاسلحه اللي هي عن جد عن جد قويه. طبعا هلا بالنسبه لإلي اول شيء نحكي على اسلحه الاس ار اللي هي بصراحه بالنسبه لي كثير كثير جباره وقويه ومفيده. الأسلحة اللي أنا مطورة من الآخر هاد جدا 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 قوي حتى لما يكون ولا نجمة، بس مشان أنت يصير عندك أقوى لازم يكون عندك يا ليفل 3 مشان تاخذ اللي هي البول اوف فينوم مثل بقعة بويزن، هي اي واحد بيلمسها بصير بيعمل عليه بويزن. هذا السلاح هو بيعمل بويزن، لو بيعرف شو بيعمل بويزن، البويزن بيعمل 0.8 اوف كرنت اتش بي افري 3 سكندز، يعني كل 3 ثواني كل 3 ثواني بيروح 0.8 من الاتش بي تبع اللي ضدك، يعني كل ما كان اتش بي اعلى كل ما بصير بيروح بسرعه اكثر، لانه 0.8 جزء كبير من اتش بي هو كلاتهم 100%، فتخيل انك تروح 0.8 من اتش بي راح يكون جدا جدا شيء رائع. يعني انتم فوتوا شوفوا فيديوهات لعبنا كنا عم نلعب فيه كنا عم نعمل دمج مرعب فيه. بقى هو من اقوى الاسلحه اللي فيك تستخدمها من الاس ار، وخاصه اذا كانت 3 نجوم، وطبعا اذا صار 5 نجوم بصير لسه كل ماله اقوى واقوى، لانه بياخذ شغله زياده كمان، بياخذ اول شيء دمج 75% من الاتاك تبعك، وزائد انه بيخلي اللي ضدك يهيل اقل بنسبه 70%، وهذا شيء جدا رائع. يعني اذا ما عندك شائن هذا عندك افضل حل ممكن تستخدمه بعد شهرين. هلا بنيجي للسلاح اللي بعده واللي انا بصراحه كثير كثير بحب استخدمه، بس لهلا يعني ما استخدمته الاستخدام الكامل لانه بدي اياه يصير ليفل ماكس حتى يصير كل ماله اقوى واقوى واقوى. هذا السلاح كمان اللي هو الناري من اقوى الاسلحه، هو حاليا من اقوى او هو اقوى سلاح ناري، يعني تخيل هذا السلاح الاس اس ار هو هذا اقوى منه من ناحيه الدمج. ليش؟ لانه هذا اول شيء سريع، وثاني شيء بيعمل 20 انستنس اللي هو ريج اوف فليم، وهي الريج اوف فليم بتعمل دمج زياده 8%، فانت كل ما كان عندك اكثر كل ما بتعمل دمج اكثر بير انستنت. بقى هذا السلاح بصراحه من اقوى الاسلحه اللي ممكن تستخدمها، وخاصه اذا كان عندك يعني نجمه يعني تخيل النجمه واحده بتخليه من الاسلحه الجباره باللعبه. إذا عندك يا نسخة بيكون شيء كتير حلو، وكل ما عندك يا نسخ أكثر كل ما بصير دمجه أعلى وبصير الحركات تبعه بتعمل دمج أعلى، وكمان بيرجع الـ MB، يعني هذا ما بيخلص مانتك، فيك تحكي إنه إذا استخدمته ما راح تخلص مانتك، عرفتوا؟
ليش؟ لأنه هو بالأساس السكيل تبعه بتسحب مانا كتير، بقى لما تسوي ليفل 4 أو ليفل 3 راح تصير المانا أقل، بعد شيء جدا رائع. هي بالنسبة لسلاح النار. بنجي بعدين للسلاح اللي بعده. هلا هذا ما في شيء واو كتير فيه، بس هو من أفضل الأسلحة كلايت، فيك تستخدمها لأنه بيعمل دمج رائع وسريع جدا سريع بشكل مو طبيعي السلاح، وهو من الأسلحة اللي ممكن عن طريقها تقدر تخلص إجريس. إذا كان اتش بيك فوق 80% بتعمل دمج اللي هو انرجي اوف دراجون، بتزود لك اتاكك 8%، وطبعا بتعطيك كريتيكال هيت دامج زياده 30%، وبتزود الدمج اللي بتعمله، وبتعمل طبعا رعد. بقى السلاح كامل متكامل. بقى نصيحه مني، اذا ما عندك سلاح قوي استخدم هذا كسلاح لايت، راح يكون جدا جبار. هلا بنجي لاقوى سلاحين اس ار باللعبه اللي هنين السنايبر. والسنايبر فيك تقول انه حتى ممكن يكون من أقوى الأسلحة باللعبة، نقطة، مو SR ولا SSR، لا، من أقوى الأسلحة باللعبة، لأنه الدمج اللي بيعمله دمج خارق، خاصة إذا أنت عرفت تستخدمه صح. هلا شو مشكلته الوحيدة معي حاليا؟ أنه أحيانا فجأة بنص الفايت بيضرب على مكان ما في أشخاص. هي مشكلتي معه لهذا السلاح، لانه فجأة احيانا بيضرب، يعني بلاقي مثلا عم اقوس بمكان ما في حدا، وهيك ساعتها راح يروح الدمج اللي انا عامله. لانه هذا السلاح اذا انت ضليت كابس على الطلقة تبعه راح يحط دائرة بالارض ويعبي مثل باور. هاي الباور اذا تعبت للاخر راح يعمل دمج كتير مهم، راح يزيد دمجك 75%. وغير هيك كمان انه اذا فعلت ليفل 1 راح يصير 130% دمج زياده. كل ما مكسته، يعني كل ما ضليت كابس وعبت البار اكثر، كل ما بصير دمج اكثر. ولما يصير 3 increase damage of secret bullet by 30%، فيك تعمله 5 مرات تزود دمجه 30 30 30. بس شو بصير لما تروح مره؟ بيرجع للصفر. لما تضرب ضربه وما تجي على حدا بيروح. بدك تعمل، يعني بدك تتأكد من الشغلة. وغير هيك كمان، when landing a critical hit with secret bullet decrease cooldown by، يعني فيك إذا أنت ضربت كريت راح يعمل cooldown راح يصير أقل. غير ما أنت هون أخذ 15% راح تأخذ زيادة 10% كمان. بعد شيء جدا رائع. وفي ناس أصلا شافت الفيديو تبع اللي أنا عملته. شو كنا عم نلعب؟ أعتقد كنا عم نلعب يمكن إجريس، اعتقد اجريس او اللي قبل اجريس. عملنا، يعني كنا عم نعمل 1.5 مليون دمج بالسلاح هذا. هو 60 وكان عندي لساته نجمتين، يمكن هلا صار 4 نجوم، ولسه هلا بدنا نعمل له النجمه الخامسه بس يطلع لنا ان شاء الله. مشان هيك بقى نصيحه مني، هذا السلاح استخدمه. هلا بنجي للسلاح اللي بعده، اللي كمان هو من الاسلحه اللي جدا جباره، اللي هو البو. البو بيعمل دمج جدا رائع. Every time an arrow flash of light penetrates a target, increase the user damage by 4%. فيك تضل تعمله 20 مرة، يعني 20 ضرب 4 80 صح، أول مرة بحسبها صح من أول مرة. بتعمل دمج زيادة 80%. وغير هيك كمان، لما تستخدم flash of light اللي هي هاي، بتعمل ignore defense 50%. يعني بتنقص من الدفاع اللي ضد، مو تنقص، بتلغي 50% من الدرع اللي ضدك. فهذا الشيء جدا رائع. وطبعا لما يصير ليفل 3 بيعمل شغله رائعه، انه when the shock wave of flashlight hits the target knockback، اول شيء بتدفش لورا 3 امتار وبتعمل له ستان لمده ثانيتين. يعني السلاح هذا بخليك تعمل ستان لمده ثانيتين للبوس اللي ضدك اذا كانت 3 نجوم. وطبعا بقول هاي decrease cooldown كمان، هاي بتصير increase the damage of all attacks by 25% to stun target. يعني كل حركاتك راح تزيد دمجها، مو شرط هذا السلاح، اي سلاح تستخدمه مع هذا السلاح لما يكون هذا السلاح شغال، اذا انت عامله سنة اللي ضدك راح تاخذ دمج زيادة. كل شيء اتاك عندك راح يزيد بنسبة 25%. بعد شيء جدا رائع. هلا بقى بنجي للأسلحة القوية اللي هلا شوفوا، في واحد بس أنا، أو في اثنين، ما يعني في واحد ما استخدمته كتير مع إنه كل الناس بتقول عليه جبار،
بس انا لهلا ما حسيته بهالقوه اللي هو هذا بالنسبه لي. هلا طبعا أسوأ واحد هو هذا، لا تقربوا عليه حاليا، لا تقربوا عليه، مع انه عملوا له اعتقد يعني شويه تطوير، بس الساتوس كثير كثير ضعيف. هلا مع النسخ بصير اقوى، بس حاليا ما منه فايده. اللي بصراحه حسيت انه صار اقوى بكثير هو هذا. هذا السلاح اول شيء بيعمل كاونتر، ما بيعرف شو بتعمل كاونتر، انه انت لما حدا يضربك وتكبس، ضل كابس على كبسه السبيشال تبعك، بتضربه ضربه بتعمل له اول شيء ستان لمده 3 ثواني، مو ستان بلا ستان، وزائد بتحط درع على حالك وبتصير في دائره حواليك بتعمل دمج. هلا شلون صارت؟ اعتقد كل ثانيه بتعمل دمج، 90% من اتاكك كدمج كل 0.75 ثانيه، يعني كل اقل من ثانية لو مت 10 ثواني. فهذا شيء جدا جدا رائع، وطبعا كل ما زاد كل ما بصير اقوى بكثير. فهذا من افضل الاسلحه اللي ممكن تستخدمها. وطبعا هذا هلا هذا كثير كثير حلو، بس انا ما بعرف ليش ما حسيته بهالقوه، مع انه كثير ناس بتقول قوي عليه. بس هو شو القوه تبعه؟ اول شيء انك انت راح تاخذ راح تاخذ اللي هو شو بسموها شادو ستيب، اللي هو لما تستخدم الحركة تبعه جوا الدائرة يكون البوس أول شيء بتبطئ البوس لمدة 3 ثواني، بيبطئ الحركة البوس، وزائد كمان أنه بتزود الدمج اللي بتعمله 10%، وبتزود الدمج اللي بيعمله الدارك 10%، يعني 20%. عرفتوا كيف؟ على كل واحدة بتحطها على هاي على ضدك. هلا ببلش ثلاثة، ولما تاخذ نسخة زيادة هو هذا النسخة زيادة بتكفي، بتصير بدال ثلاثة، لا سوري بدال واحدة بتصير ثلاثة، لكن هي قديش هون؟ اي واحدة هون، واحدة بس اللي هي هاي لونر، واحدة بس. اما بتصير بعدين ثلاثة، يعني فيك تزود اتاكك 10 10 10 30% زائد 30% ثانيين اذا عم تستخدم سلاح دارك. يعني هاد مع هاد او هاد مع هاد راح يكونوا جبارين كدمج. عرفتوا كيف؟ ومو بس الأسلحة هي اللي راح تاخذ الدمج، أي سكيل بتكون دارك عندك ياها راح يزيد دمجها 10%. فهذا الشيء جدا رائع، السلاح جدا رائع، بس أنا بصراحة ما حبيته كتير عشان أكون معكم صريح، وما استخدمته كتير. هدول بالنسبة لهي الأسلحة. هلا بنجي لأقوى أربع أسلحة بالنسبة لي باللعبة. أول سلاح طبعا اللي هو هاد، هذا من ليفل واحد بيكون جبار لليفل خمسة، كل ما له بصير أكثر وأقوى وأقوى وأقوى. كل ما كان عندك نسخ أكثر كل ما كان أحسن، بس نسخة واحدة بتكفي، أو يعني بس اللي هو الأساسي بكفي لحتى يكون من أقوى الأسلحة باللعبة، بسبب أول شيء دمجه جدا عالي، زائد الحركة اللي بتعمل فريز بتجمد اللي ضدك لمدة 4 ثواني، وزائد كمان بتزود الدمج اللي بتعمله 10% على اللي ضدك، وغير هيك كمان كل ما زاد بتزود الدمج اللي بتعمله 24% على الويكنس اللي هو إذا أنت عم تستخدم ضد المي، وغير هيك كمان بتزود الدمج اللي بتعمله إذا أنت على اللي ضدك متجمد بتزود دمج 20%، وهون طبعا بتزود دمج على اللي ضدك 50%. 50% تخيل، إذا أنت اللي ضدك متجمد تضربه بأي سلاح تاني وبأي حركة تانية بتعمل دمج زيادة 50%. يعني تخيل أنت كنت بتعمل 2,000,000 راح تعمل 3,000,000، عم تعمل 1,000,000 راح تعمل 1,500,000، وهكذا. بقى بصراحة من أقوى الأسلحة باللعبة حاليا. وبنجي لهذا السلاح، هذا السلاح كتير كتير حلو وممتع اللعب فيه إذا كان ليفل واحد، بس كلمة وخاصة ليفل واحد بتزود البريك. هذا السلاح الوحيد باللعبة حاليا اللي انا بعرفه اللي بيعمل بريك للي ضدك، يعني مو بس سبيشلاتك بتعمل بريك، حتى هذا السلاح بتعمل بريك، ودمجه جدا رائع لانه بيزود الدمج اللي بيعمله 8% على حركة اللي هي الديستروير. وغير هيك كمان لما يصير ليفل 3 بيعمل شغلة اللي هي هالت. الهالت شو هي؟ This skill interrupt the target duration 2 seconds، يعني اللي ضدك إذا كان عم يعمل شغلة ما بيكنسلها، لا بيوقفها لمدة ثانيتين بعدين تلاقي بيكمل. يعني شلون أنت لما يكون مثلا اللي ضدك متجمد بس يخلص تجميد بيكمل حركته، هذا نفس الشيء. وغير هيك لما يصير ليفل 5 الدستروير فيك تحطها 99
99 مرة، وكل واحدة دستروير عليه اللي ضدك راح يزيد دمجك 16%. يعني هذا لما يكون اللي ضدك او لما يكون انت ليفل 5 راح يصير من اقوى الاسلحة اللي بتعمل دمج باللعبة، من اقوى الاسلحة اللي بتعمل دمج باللعبة. بقى نصيحة مني، اذا فيك تساوي 5 يعني 5 نجوم سوي، بس حتى لو سويته واحد راح يضل ممتاز، حتى لو ما سويته ولا شيء راح يضل ممتاز. بس بصراحة هذا بعتبره ليفل 3 بيكون جدا ممتاز، ليفل 3 بيصير جدا ممتاز. طبعا كل ما زاد كل ما كان احسن. فهي بالنسبة لهذا السلاح. هلا بنيجي لاخر سلاحين اللي هن انا اكثر سلاحين بستخدمهم، والحمد لله الحمد لله كان حظي فيهم جدا جبار. كل ما اسحب كان يطلع لي واحد منهم، كل ما اسحب ويطلع لي اس اس ار كان يطلع لي واحد منهم، لحتى سويناهم. هذا هذا عندي منه 6 نسخ وهذا عندي منه 5 نسخ. طبعا اول شيء بنحكي على هذا السلاح لانه لحد الان في ناس ما بتعرف تستخدمه صح. هذا السلاح عنده شغلتين، اول شيء اذا استخدمت حركته عاديه راح يعمل دمج كتير رائع وراح يعمل دمج عالي، بس اذا فعلت البالم فلاور، لا سوري، اذا فعلت الفول بلوم راح تاخذ دمج زياده. اول شيء راح يزيد السبيد تبع الاتاك تبعك 20%، والاتاك تبعك راح يزيد بنسبه 4%، وراح تاخذ كريت هيت ريت 4% زياده. انا راح تسالني شلون شو الفرق بين الفول البلوم بالم فلاور والفول بلوم. البالم فلاور انت لما تستخدم الحركه تبعك وتكرت بتكرت لا بس لما تضرب اي ضربه شلون كانت تتفعل هاي؟ صح، لازم تفعل الفول بلوم لحتى تشتغل هاي. صح لتذكرت. ايه شو هي؟ لما تعمل داش اللي هو لما تعمل دوج او بس مش لو تعمل دوج، بس انت تعمل داش اللي هي لما تصير هيك بسرعة تمشي لقدام وفورا تكبس على السبيشال تبعه اللي هي هاي، راح تعمل تفعل الفول بلوم. الفول بلوم اللي هي راح تعطيك دمج زيادة وسبيد زيادة لحركتك، مشان هيك هو بيعتبر من اقوى الاسلحة باللعبة. وغير هيك كمان when the user after using bulb flower apply the amplifying draw increase the chance of the user landing a critical hit on the next attack. يعني لما انت تخلص من حركة البالم فلاور بتفعل هاي الحركة اللي هي شو بتعمل؟ انه انت عندك فرصة اكبر انك تعمل 32% انك تعمل كريت، عرفتوا؟ وغير هيك كمان بتزود السكيل دامج 32%. يعني انت سويته نجمة راح يكون شيء جدا جدا رائع. وطبعا كمان لما يصير ليفل 3 راح يصير الامبليفاينج درو اللي هي هاي بتشتغل على كل الأسلحة. ليش؟ انك انت اول ما تعمل داش بتلاقي عليك صار مثل دائرة اللي بتشوفوه عليه دائما انتو. هاي الدائرة بتصير اي داش بعملها راح فعل الحركة هاي وراح اخذ الكريتيكال هيت دامج 32%، عرفتوا كيف؟ وزائد كمان انه بيزيد دمجي 32%. واخر واحدة وكل ما بصير اقوى كمان انه بتصير اول شيء increase user dark damage by 5%. وبدال ما انت تفعل 3 مرات الحركة اللي هي الحركة اللي هي هاي increase critical hit by 12 راح تصير تفعلها 5 مرات. بهذا شيء جدا جدا رائع. وهلأ بنيجي لأكثر سلاح أنا بصراحة بحبه وكمان هذا، يعني ليش هدول الاثنين أقوى شيء عندي؟ لأنه هاد فيك تفعله مع كل الأسلحة الثانية، وهاد نفس الشيء فيك تفعله مع كل أسلحة ثانية. بخلينا نحكي على السكيلات تبعه. السكيلات تبعه شو بتعمل؟ أول شيء صح بتروح منه 5% من اتش بيك، بس بتزود دمجك 100%. هاي أول شيء. وطبعا نصيحة مني لما تستخدمه خليك كابس على حركته، مو تكبس وتشيل، لا لازم تضل كابس على حركته، انه كل ما كبست اكثر كل ما بيعمل حركات اكثر. بقى نصيحة مني خليك دائما كابس على حركاته او على السبيشال تبعه السكيل تبعه، ليك شايفين انك لازم تضل كابس مشان تعمل الحركة كاملة. وخاصة ليش؟ انه اخر ضربة بتعمل دمج مرعب، انه بيعمل تشك 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 بعدين بيعمل هيك بوقف شوي بعدين بيعمل تشك
هاي الضربة آخر واحدة بتعمل دمج مرعب. زائد كمان إذا سويته نجمة واحدة بس، سويته نجمة واحدة وهون بصير جدا أوبي السلاح. شو بيعمل إذا كانت شبيك أقل من 70%؟ بزود الكريت ريت تبعك 25%، بزودها على كل شيء عندك، يعني كل سبيشالاتك، كل أسلحتك، كل شيء عندك يا إذا عم تستخدم هذا السلاح زائد الشغلات التانية، راح يصير عندك نسبة أكبر أنك تعمل كريت ليش؟ لأنه أنت أخذت من هذا نسبة 25% أنك تعمل كريت. وطبعا لما يصير ليفل 3 إذا نزل شبيك تحت 60% راح تهيل، راح تهيل لما تضرب اللي ضدك. 0.4 من الكرنت اتش بي افري تايم ذا سكيل هيت، يعني كل ما تضرب اكثر كل ما راح تهيل اكثر. وغير هيك كمان ليفل 5 بصير رائع بصير سيف ذو حدين، بس مشان نكون عندكم معلومه. ليش؟ لانه بزود الدمج اللي بتعمله 15% على كل حركاتك، بزود الدمج اللي بتعمله 15%، بس كمان بخليك تنضرب او تاكل دمج زياده 15%. يعني انت من غير السلاح ممكن لما يضربك واحد ضربه يعمل عليك 1000، اذا استخدمت هذا السلاح وانت كان 5 نجوم راح يضربك 1150 عرفتوا كيف؟ باقي الشغل لازم تنتبهوا له. بقى بس هيك بنكون حكينا على كل الاسلحه بالنسبه لي، هدول التوب 3 زائد هدول الاثنين، بعدين بيجي وراهم هاد، بعدين هدول الاثنين، بعدين هاي، بعدين هاد، بعدين هاد. هدول اللي انا حاليا اللي جربتهم وهذا ترتيبي لهم. طبعا ان شاء الله راح اعمل انا تير ليست خاصه بكل الاسلحه، وراح اعمل كمان ان شاء الله تير ليست بكل الشخصيات. بقى مشان هيك اذا مو مشتركين بالقناه اشتركوا معنا بالقناه، وبنشوفكم على خير بفيديوهات تانية. مع السلامه.